نحن اليوم موجودين لنذكر بمجزرة 2013 اللي كانت هي أكبر مجزرة بالقرن 21. More than 1,144 people, including 99 children, were killed when Syrian regime forces launched attacks using sarin gas on eastern and western Ghouta in the suburbs of Damascus. بعد ما صارت هي المجزرة فنحن عم نأسعف في دورنا عم نطالع الناس المتوفية. المنظر اللي أثر فيني كتير إنه الأب حاضن ولاده هو والمرأة وميتين هيك كلهم بقرنة واحدة بزاوية واحدة محتمين ببعضهم وكانوا ميتين. نتيجة الوقفة هاي بتعمل تراكم عند شعوب العالم، عند حكام العالم، عند المسؤولين عن السياسات، انه هالقصة وهالكارثة وهالجريمة الرهيبة ما نسانينا نحن. طبعا هذا الشيء محرج لمن افتعل تلك الجريمة اللي هو نظام بشار الأسد، فهو يتمنى لنا فعل تلك الوقفة، ولكن نحن رح نصر وكل سنة نفعلها أيضا. بالرغم من نظام الأسد قتل الشعب السوري بكافة أنواع الأسلحة، لأنه لغاية الآن لا يوجد تدخل دولي حقيقي من أجل إنقاذ الشعب السوري. بدنا حق الأطفال، حق الناس السكالة، حق الأمهات اللي عم تبكي لهلأ عم تتذكر إنه عد أولادها كلهم ماتوا. موجودين هون لحتى نذكر العالم انه وصلنا 10 سنين عم نحاول نقول انه بدنا عداله وبدنا محاسبه للمجرمين اللي لساتهم طليقين لنظام الاسد يلي لسه بيمتلك السلاح الكيماوي وقادر لحد هاي اللحظه يرتكب المزيد من الجرائم.